بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات Mathematics 1. ودرس اليوم راح يكون عن موضوع Chapter 1 Analytic Geometry أو الهندسة التحليلية. في البداية سنوضح مفهوم Cartesian Coordinate System أو نظام الإحداثيات الديكارتي. أرجو المتابعة معي من خلال النقاط التالية التي تعرف هذا النظام. النقطة الأولى يقول The Cartesian Coordinate System or the Rectangular Coordinate System is a geometrical system that is used to determine the locations or points in a plane. يعني هو نظام يستخدم في تحديد مواقع النقاط في المستوى الكارتيزي أو ديكارتي. Points are located with respect to a reference point called the origin, which is the intersection point of a horizontal line and so known as x-axis and a vertical line called y-axis. بمعنى أن هذا النظام يتكون من محورين، محور أفقي ومحور عمودي. المحور الأفقي نسميه x-axis والمحور العمودي هو y-axis، ونقطة التقاطع هي النقطة المرجعية لتحديد مواقع باقي النقاط واللي نسميها the origin. نسميها the origin أو نسميها نقطة الأصل. النقطة الثالثة يقول the x and y axes divide the Cartesian plane into four regions called quadrants. بمعنى أنه المحور العمودي اللي هو ال y axis والمحور الأفقي اللي هو ال x axis يقسم مستوى الإحداثيات الديكارتي إلى أربع مناطق، كل موقع أو كل منطقة نسميها ربع، باللغة الإنجليزية نسميها quadrants. Each point in the plane is defined by an order pair x, y of real numbers called the coordinates of the point. كل نقطة نحدد موقعها من خلال زوج مرتب من القيم أو الأعداد، والقيمة الأولى تمثل اتجاه أو بعد النقطة باتجاه الأفقي، والقيمة الثانية اللي هي الواي أو ما نسميه الواي كوردينيت تمثل بعد النقطة بالاتجاه العمودي. النقطة الأخرى يقول an example of order pairs of coordinates the point P below. النقطة التالية هي مثال على هذا التعريف اللي هو الأوردر بير أو الزوج المرتب من القيم، هو point اسمها P، هذا point name أو اسم النقطة، وال x coordinate هو 3 وال y coordinate هو 4. السلايد الثاني يحتوي على توضيح بالأشكال لما قمنا بتلخيصه بالسلايد السابق. هذا هو مستوى الإحداثيات الديكارتي، هذا هو ال x axis المستوى الأفقي، وهذا هو ال y axis. كل axis أو كل محور مقسم إلى جزئين، جزء السالب والجزء الموجب، والموجب والسالب. بالنسبة للX axis يمين نقطة الأصل اللي هي نقطة تقاطع المحورين، كل النقاط تكون موجبة أو كل الإحداثيات تكون موجبة، بمعنى أن هذا يمثل positive side of the X axis أو الجانب الموجب من محور السينات، والاتجاه الآخر يعني على يسار نقطة الأصل هو الجانب السالب للمحور الأفقي أو المحور السيني أو الـ x-axis. بالنسبة للـ y-axis أو المحور الصادي فوق نقطة الأصل أو الأوريجين تكون القيم موجبة، وتحت نقطة الأصل تكون القيم سالبة. كما أشرنا في إحدى النقاط السابقة أن المحورين السيني والصادي يقسمان مستوي الإحداثيات إلى أربع مناطق أو أربع أرباع، سمينا كل واحد من هذه المناطق ربع، وباللغة الإنجليزية نسميه كوادرنت. هذا الربع الأول في يمين المحور السينات وفوق محور الصادات، أو يمين عفوا محور الصادات ويمين وفوق محور السينات نسميه الفيرست كوادرنت، وعلى يساره يوجد السكند كوادرنت أو الربع الثاني، وأسفل الربع الثالث، وأخيرا عندنا الربع الرابع. في الربع الأول تكون الإحداثيات موجبة بالنسبة للX axis والY axis أو الX coordinate والY coordinate. بالنسبة للربع الثاني الX coordinate تكون سالبة والY coordinate تكون موجبة. الربع الثالث تكون كلا الإحداثيات يعني both X coordinates and Y coordinates are negative.
الربع الرابع طبعا عندنا الاكس كوردينيتس موجبه والواي كوردينيتس يكون سالبه.